فالعدد متزايد لنزلاء المؤسسات العقابية، أصبح ينهك كاهل الدولة ولا يعود بالنفع العام على المجتمع، مما يستوجب إيجاد حلول أخرى أكثر نجاعة لتدارك هذه الوضعية، ومنها تشجيع العقوبات البديلة. لطالما تشكل العقوبات البديلة اهتمام المفكرين ورجال القانون في ضوء متطلبات السياسات العقابية المعاصرة كتوجه يحد من سلبيات العقوبة السالبة للحرية، ومنه تخفيف نسبة الإجرام وتقليص الاكتظاظ بالمؤسسات العقابية. الشيء اللي نقول به ما دام الشروط راهي محدودة في الابتدائيين وفي مدة كذا، أكيد أنه نتمنى أنها تطبق لشريحة أكثر أوسع، لأنه حتى يستفيد منها اللي محكوم عليها أكثر لعقوبة ربما 5 سنوات أو 6 سنوات، وربما كذلك إلى العائدين، ويبقى ربما تحديد الجرائم. العمل لصالح النفع العام من أهم العقوبات البديلة التي أتاحها المشرع الجزائري، غير أن ارتباطها بقيود جعل البحث عن بدائل أخرى لتحقيق السياسة الإصلاحية وإعادة الإدماج أمر ضروري. عقوبة النفع العام المفروض أنها لا تشترط أي حد أدنى أو حد أقصى، تشترط كذلك أنها عقوبة بديلة وليست عقوبة أصلية. من المفروض هي تكون عقوبة أصلية، القاضي الجزائي في القانون الساري المفعول يخير المتقاضي بعقوبة العمل النفع العام بعد أن يصدر الحكم الأصلي، وهذا كذلك عائق. أعتقد أنه رفع هذه العوائق بتوسيع نطاق تفعيل هذه العقوبات البديلة على متقاضين أو على المواطنين اللي يكونوا حتى مسبوقين قضائيا في قضايا بسيطة، نعطوا السلطة التقديرية للقاضي لتقدير هذه السوابق القضائية. المفروض القضاء الجزائري سير تطورات تاع التشريعات المقارنة والتشريعات الحديثة، لذلك أعتقد بأنه رفع العوائق هذه على ذكرها يجعل من المواطن مرتاح في تقدير في مرتاح للعدالة ويثق أكثر في العدالة تاعه. العمل لصالح النفع العام وإدراج العقوبة الإلكترونية والتعويض الجزائي والغرامة اليومية أهم التوصيات التي يمكن تجسيدها كنظم عقابية جديدة بما يناسب واقع المجتمع.